نعم، ضيفنا لليوم بالبداية رح نتعرف على السيد عبد المنعم الشاوي، الصناعي حلبي ملقب بأبو علاء طبعا مثل ما أنه معروف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. تسلمي. بالبداية خلينا نحكي عن تجربتك، شو كان، تحكي لنا شوي تفاصيل شو كان عندك وشو صار معك. بالبداية أنا كنت أعمل بشركة مقاولة، بعمل مقاولات بشركة كهرباء، تنفيذ مشاريع هوائية أرضية، ومنها كمان لي هواي كمان عمل بالزراعة، سويت مزرعة بشتغل بالزراعة. اجت الأحداث، الثورة الشائمة، الإرهابيين ما خلوا عنا شيء يطاول، لا من آليات، لا من مزرعة، لا من سيارة، لا من بيت، لا حتى العفش. بالنهاية هربت بلباس اللي علي، وما استسلمنا يعني. رجعت هون فتحت محل اسماني، مشيت حالي فيه لحين ما دبرت أموري شوي شوي، ورجعنا عنا معمل عم نقوم بترميمه تجهيزه، وإن شاء الله قريبا شي شهرين إن شاء الله بتستمر بالعمل إن شاء الله بإذن يا رب رب، إن شاء العالمين. الله. أبو علاء، خلينا نحكي عن هي المرحلة اللي هي يمكن أنت ما كتير بتحب تتذكرها، بس خلينا نعطي منها درس، اللي هي مرحلة فقدان طبعا كل شيء كنت بتملكه، مرحلة الإنتاج من جديد. اليوم أنت صامد وعم تنتج من جديد، بلشت بمشروع كتير صغير. يعني طبعا بالبداية قاسيت كتير يعني، وفقدت كل شيء. حتى مو بس هيك يعني، أنا كمان كنت معتقل يعني، وتعرضت ل كنت مخطوف؟ مخطوف، تعرضت لتعذيب كتير يعني. وحاولت تنقلت عندن شيء 8 سجون، 8 سجون تنقلت عندن عند المسلحين عند تعذبوك؟ المسلحين، كتير ميكن كتير ميكن يعني. لهلا في عندي عطل كتير بجسمي بسبب التعذيب اللي عانيته، بسبب انه خلص وجه تهمة تشبيه للشخص، تهمة جاهزة على كل حال، ما في انك حاجة. فعلا مع الوطن ومع وانك صامد بمهنتك. انا بغار على وطني، كتير بغار على وطني يعني، ما بس لا عندي امور تانية يعني. الموضوع كله صار تلفيق بتلفيق ونصب واحتيال بالامر، وما استسلمت يعني. بالنهاية الي امر، طلعت طلعت وجيت بديت هون بحلب، وكمان بحلب كنت على خط تماس، وعانيت وصمدت يعني مع الجيش، وتعاوننا مع بعضنا حتى ايام نتحاصر نطبخ بالبيت، نسوي اكل ونقدم لهم للشباب اللي قريبين علينا يعني، بالمنطقه القريبين علينا. ايه، وبعدين وقت اللي انسحب الجيش وتحررت حلب، فتحت محل سمان لحالي، مشيت اموري قدر الامكان. نعم. وحاليا رح كمان قوم في عندنا معمل بخصنا تعاوننا فيه، اتفقنا بانه نحن نتعاون عليه ونشغل المعمل، وحاليا عم نجري امور صيانه حتى نشغله. نعم، يعني ظروف كتير صعبة ولكن قدرت تتأقلم مع كل ظرف لحتى وصلت لليوم. هاي التجربة قديش يمكن اليوم هي كتير أشخاص بحلب مثل حضرتك عانوا ولكنهم صمدوا، تحكي لنا عن هذا الشيء قديش غير فيك، قديش قواك، قديش أعطاك يمكن عزيمة حتى أنك تستمر. أنا بالنسبة لي ما عندي شيء مستحيل ولا أعرف اليأس، طالما في عندي روح ما تطلع وتنزل، بدي أشتغل، بدي أعمل، بدي أكافح، بدي أناضل. ما بحب البروك، نعم. العمل هو اللي بيجعل قيمة للإنسان، لذلك ماني مستسلم أنا، ولا زلت ماني مستسلم وبشتغل، لا نعرف اليأس. نحن نعم شعب حلبي لا نعرف اليأس. نعم خلينا لك نسألك عم أبو علاء عن القيمة التقديرية للثروة اللي خسرتها قبل ما تفتح مشروعك اللي هو السوبر ماركت الصغير أو الدكان الصغير. والله خسرت، أقدر لك يعني بالمختصر، في مئات الملايين، في مئات الملايين، ورجعت بلشت من في الصفر. آليات وفي سيارة وفي، ما ضل شيء، ما ضل شيء، ما حتى الموني اللي بالبيت أخذوها، الموني اللي بالبيت أخذوها، ما خلوا شيء يعني. بالنهاية وقت اللي داعش زكاني أحد الأشخاص بأنه أنا كنت متعاون وكذا وكذا وكذا، المهم قام داعش مباشرة حكم علي بالإعدام ذبحا. بس لأنك صامد وبتحب بلدك إيه، وبتحب وطنك. ما أيدتن، لأن السبب إنه أنا ما أيدتن بمواقفن، حكم علي ذبحا بدون تحقيق على موجب المعلومات اللي وصلته. وصلني خبر بالليل بإنه الصبح بدهم ياخذوك،
قبل بساعتين غادرت المدينة. بثمان وربع كانوا موجودين عندي بالبيت جايين يعتقلوني. أخذوك بالاسم لأنك أنت معروف ما لقوني. ما لقوك. ما لقوني. لو لقوني كان أنا ماني هون. لا الحمد لله على سلامتك يعني، وتشكر أنك كمان فعلا عم تساهم حتى بمعنويا وأيضا بإرادتك برجعة كل الصناعيين يبلشوا من أول وجديد. أكيد طبعا هذا زينب يعني هذا النموذج اللي عم بنشوفه مع العم أبو علاء، يعني نموذج يمكن سمعنا كتير قصص من هاي النماذج خلال تواجدنا بحلب. كل يمكن عائلة أو كل شخص، كل صناعي كل تجاري له حكاية، يمكن تألم، يمكن فقد عزيز، يمكن فقد كتير خلينا نقول البنية التحتية اللي كان هو أساسا مؤسسها، ولكن عم نشوف هاي القوة والإصرار على الاستمرار وخلق يمكن فرص غريبة شوي ولا بعيدة عن مجالهم، ولكن لحتى يقدروا يستمروا. نعم عم أبو علاء شو بتحب توجه كلمة من خلال قصتك وتجربتك على الكل اللي عم يسمعك انه يعتبر منها وفعلا يكون عنده درس بالحياة يعلمه انه ما في شيء مستحيل؟ بوجه كلمة لكل الشعب السوري بانه شعب جبار وشعب صامد، يا جبل ما يهزك ريح، لا يستسلم ولا ينغر بأقاويل فلان وفلان من المغرضين، لأن ثورة كلها متاجرة ومباع بدمائنا، كلها انغدروا فيها وناس كثير تغررت فيها وتورطت بالأمور وبالنهاية ندمت. لو حاسبين حساب من الأول ومفكرين صح ما وقعوا بها الورطة ولا غلطوا ولا ندموا. نعم نعم، نحن بنتشكرك كثير عم أبو علاء على وجودك معنا ومشاركتك تجربتك مع كل اللي عم بيشوفونا، وبدنا نهنيك على إرادتك عم، يعني أنت عمرك بال 55 لكن ما يئست، رجعت بلشت من جديد مثل الشباب، همة شباب، وإن شاء الله هيك بالمرات الجاية اللي بنزور فيها حلب بنلاقي عندك معاملك أو تم افتتاح المعمل اللي عم تحكي عنه وتم تجهيزه ونشوفه عم يسهم بإنتاج المواد الحلبية. شكرا لوجودك معنا. أكيد أكيد إن شاء الله، أكيد ما راح استسلم. أكيد شكرا كثير لك عمو، شكرا لأيضا هي الطاقة الإيجابية اللي عم تعطينا إياها من خلال تواجدك ومن خلال هذا الأمل والصمود، شكرا لك. مع السلامة، أهلا وسهلا فيك وشرفتونا.